في رابع أيام الهدنة الإنسانية لچوارا من روجي اگر بسي مرويدا قربالغي وهاتو چويكي زود بينريت هاولاتيان لنوريكي دريج دا وستاون بو اوي لتنانيكيان چنگ بكويت زوريك لخلقيش هيچان دز نكوتو بدستي بتاو چاوروانن لروشيك دا ككتي غزة هيچ بيداوستي وخزمت گزاريكي تيدا نما معيشية صعبة ان عدم معها كل شيء من امبارح لولادنا وهم قاعدين بعيطوا لدواني ومن دالا كان ببرستي نستون هيش تكي عن اخبار دوا وادش بيني لبياني وهاتمو هيتش مدز نكوتوا لنوري ورقتني نان دا دمك وسطاهم تاني ابو ايد سم بارسناني كم دسك كبشي من دالا كان ايش مناكات عشر حبات فرشيح عشر حبات فرشيح في ايش بدأ تسوي ما بتسوي شيء لا الاطفال ولا الشباب الناس كلها طالعة مهجرة انا هم اواني اللي راقوا يزرعون تو بريكوت لي رواوين ام دقريت دبینی تیشرت دشینی قلم لبرده. تنی از لی مالو مالک خم انده هیناوا. سعورم پاره کم دست بگید تا بتوانم ساکت چیزی استانه بکرمو خم نسرم آب پاریزم. بحثا عن غاز الطهي والوقود ديمني وري ورقتني غاز نوتو سوتمني بو تكاري روجاني فلسطيني كان لبردم يسكاني سوتمني دا بشاري خان يونس ورفح خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة أقل من احتمال 50% ما عبيش دوشا ولا دره و دخوم تنها بووي بطلا غازيكم دست بكويت رنگ بي دستيشم نكويت ببيني نوركا تا كوي درش بوتوا اما ليرا لاويسكوا 600 متر دورين دو تا 3 ساعات جاريك نوركا دا جوليت والله على منعب ولا لا انت في بالك انه منعب بعد كل هذا منقدم متر كل ساعتين ثلاثة ودفعت مصر بمصر لدروازي رفحوا كاروانه شي جرينجي هاوكاري روانه كدوا صو بستونو هزال لتر سو 86 تنكر غازي شلي بغزة من غاز الطهي تضافر الجهود الإقليمية والدولية همو هولان يو دولتي و هرمايات يكان خوازياري دريش كدنوي آقر بسا كبون كأمرو لهال كاتيكي تد زياتر دانشتواني غزة بيوستيان بيتي في غزة وإنهاء معاناتهم بها طباسي كردستان بسوچار غزة فلسطين.